السلام عليكم. بريطانيا حركت واحدة من أهم وأخطر مدمراتها على الإطلاق لمواجهة هجمات جماعة الحوثي المستمرة على خطوط الشحن الدولية وعلى المياه الإقليمية. والمدمرة التي نتحدث عنها هي HMS دانكن. الحكومة البريطانية والبحرية الملكية البريطانية أكدت تحرك هذه المدمرة باتجاه البحر الأحمر، لا بل كانت هنالك صور ولقطات مصورة لهذه المدمرة وهي تغادر بورتسموث عبر القناة الإنجليزية باتجاه البحر المتوسط باتجاه البحر الأحمر. هذه المدمرة التي نتحدث عنها دخلت الخدمة في عام 2013 وتصل قيمتها إلى مليار دولار. طول هذه المدمرة يصل إلى أكثر من 152 مترا، عرضها 18 مترا، سرعتها أكثر من 53 كيلومترا في الساعة الواحدة. وهذه المدمرة قادرة على تنفيذ مهامها منفردة دون الحاجة لأي مساعدة، وذلك بسبب أنها مزودة بالعديد من الأنظمة المتطورة. على سبيل المثال هي مزودة بأحدث أنظمة الرادار وأنظمة الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي على مستوى العالم بأكمله، ولذلك يطلقون عليها مدمرة الدفاع الجوي الأفضل في العالم، حتى مقارنة بالمدمرات الأمريكية وباعتراف الأمريكيين بأنفسهم. وواحدة من الأنظمة التي تتمتع بها من أنظمة الدفاع الجوي هي سي فايبر ميسل سيستم، أي نظام سي فايبر الصاروخي، وهذه المنظومة هي تعتبر الأفضل على مستوى العالم، ولذلك هي قادرة بسهولة على التصدي لأي نوع من الصواريخ الذي ممكن أن يحاول أن يمر من المنطقة التي هي تغطيها بالكامل. الصواريخ البالستية، الطائرات المسيرة، الطائرات الحربية، هي تتمتع بإمكانيات كبيرة على مستوى الدفاع الجوي، وليس هذا فحسب، بل هي قادرة أيضا على الاشتباك مع الغواصات مع الغواصات بفاعلية عالية أيضا، وكذلك أيضا هي قادرة على الاشتباك مع السفن. بالتالي هذه مدمرة ليست بالعادية، وهي قادمة من أجل أن تكون بديلة لHMS دايموند البريطانية وأن تنضم إلى HMS ريتشموند البريطانية. ولا بد من الانتباه بأن HMS دايموند دخلت للخدمة في عام 2011. HMS دانكن التي نتحدث عنها اليوم هي دخلت للخدمة في عام 2013، أي من ناحية الصناعة هي أحدث من HMS دايموند. وهذا التطور يأتي في ظل تصعيد غير مسبوق من قبل جماعة الحوثي على خطوط الشحن الدولية وعلى المياه الإقليمية بشكل واضح للغاية من تقارير صدرت من قبل القيادة المركزية الأمريكية. الأمر واضح أيضا مما نشرته ABC نيوز الأمريكية، وكذلك المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، بيانات متتالية لطبيعة الهجمات التي قاموا بتنفيذها. واحدة من أخطر الهجمات التي قاموا بتنفيذها يوم أمس هي باتجاه سفينة لاكس، التي اتضح من التسجيلات الخاصة بهذه السفينة بأنها سفينة يونانية تابعة لشركة يونانية، وتحمل كذلك جزر أو علم جزر مارشال، وكذلك أنها كانت تتحرك بحسب تسجيلات الفيسل فايندر أنها كانت ذاهبة من جمهورية مصر العربية باتجاه إيران، لكن ABC نيوز الأمريكية والأسوشيتد بريس أوضحت بأنها كانت ذاهبة باتجاه الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. بشكل عام جماعة الحوثي في بادئ الأمر بحسب هذه التقارير، تحديدا تقرير القيادة المركزية الأمريكية، أكدت بأن جماعة الحوثي أطلقت 4 طائرات مسيرة مفخخة في مواجهة ولمشاغلة المدمرات الأمريكية. طبعا المدمرات الأمريكية تمكنت من التصدي لهذه الطائرات المسيرة، لكن جماعة الحوثي كما تحدثنا هي تحاول مشاغلة هذه المدمرات لأنها تراقب سفينة لاكس التي بمجرد ما وصلت إلى الحديدة بدأت جماعة الحوثي باستهدافها، واستخدمت جماعة الحوثي 5 صواريخ باليستية أو مضادة للسفن لاستهداف هذه السفينة. استهدفوها في بادئ الأمر بعدد من الصواريخ 5، وبعدها بمجرد ما وصلت إلى المخا تقريبا هنا قاموا باستهدافها أيضا، وتمكنوا من إصابة هذه السفينة ب3 صواريخ من أصل 5 صواريخ التي استخدمتها هذه الجماعة. وهذه الضربة أدت إلى أضرار بالغة للغاية بهذه السفينة، إلى درجة إلى أنها مالت وتسرب الماء داخل هذه السفينة، لكنها لم تتعطل، لم يقتل أحد، لم يجرح أحد، وجماعة الحوثي أكدت فعلا بأنها نفذت عملية ناجحة
ضد هذه السفينة، لكن الجماعة أيضا في نفس الوقت أكدت بأن هذا لم يكن الهجوم الوحيد الذي نفذوه ضد هذه السفينة، لا أبدا، بل هي كانت واحدة من ثلاث سفن هاجمتها في البحر الأحمر مرة واحدة. كذلك قالوا بأنهم تمكنوا من استهداف سفينتين هنا في البحر العربي، وأيضا سفينة في البحر المتوسط، والتي تأتي من ضمن المرحلة الرابعة لتصعيد جماعة الحوثي للضغط على إسرائيل بشكل أكبر. وبدأوا بهجماتهم باتجاه البحر المتوسط منذ 24 مايو الحالي، حيث أنهم أكدوا أنهم نفذوا هجوما أيضا تجاه سفينة إسرائيلية كانت متجهة لإسرائيل في البحر المتوسط، لكن أيضا أكدوا بأنهم قاموا باستهداف سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي، وأيضا سفينة أمريكية في المحيط الهندي. وهنا واضح جدا أن جماعة الحوثي خلقت نوع من الخط الأحمر هنا لكل السفن القادمة من رأس الرجاء الصالح أو ذاهبة عبر رأس الرجاء الصالح متفادية البحر الأحمر والحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي هنا في مضيق باب المندب، وكذلك خلقت خطا أحمرا آخر هنا في البحر العربي. إذا كانت ما هي قادمة هذه السفن باتجاه البحر العربي، فإنها أيضا ستكون تحت الاستهداف من جماعة الحوثي، وهذا يعني أن جماعة الحوثي بدأت بالتأثير على مضيق هرمز وعلى الحركة هنا، وهذا يعني تأثيرات دولية كبيرة على مستوى أسعار الشحن وأسعار النفط. والأهم والأخطر هو ما تقوم به هذه الجماعة من هجمات باتجاه البحر المتوسط، وخاصة أنها تأتي باتجاه السفن الإسرائيلية وفوق الأجواء المصرية. وعادة جماعة الحوثي عندما تقوم بمثل هذه الإجراءات، وتقوم أي دولة ذات سيادة مثل جمهورية مصر العربية بالتصدي لهذه الهجمات على سبيل المثال، فإن جماعة الحوثي ممكن أن تعتبر جمهورية مصر العربية تدافع عن إسرائيل، بالتالي هنالك مشكلة، ومثل هذه الهجمات تشكل تحديا بالنسبة لمصر. ولكن الوضع بدأ يزداد سوءا شيئا فشيئا في هذه المنطقة. كذلك أن وكالة تسنيم الإيرانية، وكما نقلت هذه التفاصيل أيضا وكالة رويترز، أكدت بأن إيران أرسلت نوعا جديدا من الصواريخ إلى جماعة الحوثي وتسلمته هذه الجماعة، وهو صاروخ غدر الذي ممكن أن تطلقه جماعة الحوثي من البحر لاستهداف السفن، وأن لا تعتمد على الأراضي اليمنية أو السواحل في الحديدة أو غيرها من المناطق التي تسيطر عليها، وهذا يزيد من قدراتها بشكل كبير. وهنا تأتي أهمية المدمرة البريطانية التي نتحدث عنها، HMS دانكن مع HMS ريتشموند، وكذلك مع وجود حاملة الطائرات الأمريكية كذلك USS دوايت آيزنهاور لتغطية ولصد كل هذه الهجمات لكي لا تصل باتجاه جمهورية مصر العربية أو حتى البحر المتوسط، ولإضعاف القدرات الخاصة بجماعة الحوثي. لكن أيضا وجود HMS دانكن هنا من ضمن حلف حارس الازدهار يوضح أن هنالك زيادة للقدرات الخاصة الدفاعية هذا الحلف بحلف حارس الازدهار، وقد يوضح فيما بعد مع تصاعد الخطر أو الهجمات من جماعة الحوثي بأنهم يحشدون لدفاع كبير للبدء بهجمات كبيرة قادمة على جماعة الحوثي، لأن وجود هذه حاملة الطائرات USS دوايت آيزنهاور يعني قدرات هجومية كبيرة للغاية، وممكن أن نرى عملية بسايدن آرشر تتصاعد ضد جماعة الحوثي في الفترة القادمة من أجل ضرب قدرات هذه الجماعة قدر الإمكان لإضعافها ولمنعها من تحقيق كل هذه الهجمات التي تبدو فعالة للغاية بالنسبة لهذه الجماعة. لكن الجماعة تصعد بهذا الشكل ليس من فراغ، هي تصعد بسبب تصاعد الوضع في قطاع غزة. الوضع في قطاع غزة الآن أصبح خطيرا للغاية، وإسرائيل مستمرة بعملية التقدم، وبعض الهجمات التي تقوم بها إسرائيل عبر الجو توضح ما الذي تنوي له إسرائيل. نشرت على هذه الوكالة وهي وكالة القدس نيوز كما تلاحظون الإخبارية، وكانت هنالك لقطات لطبيعة هذه المستشفى والدخان يتصاعد منها، وكذلك لقطات للنيران تتصاعد من خلف هذا المسجد الذي أو هذا الجامع الذي تحدث الكثير من المواطنين الفلسطينيين بأن هذه المنطقة هي تأتي في تل السلطان. نحاول أن نحدد هذا الموقع بسرعة لهذه المستشفى، تلاحظ من تصميمها مميز للغاية من ألوانها، تلاحظ المدخل البوابة الرئيسية وهذا هو الشارع، وكذلك تصميم المبنى أيضا يأتي مميزا بهذا الشكل.
وهي مسألة مفيدة لتحديد موقع هذه المستشفى، وأيضا تلاحظ بأننا أمام بعض العلامات الموجودة في هذه المنطقة مع هذه الأشجار مع هذا الشارع أيضا الفرعي، وتلاحظ بأننا أمام مئذنتين، وخلف هذه المئذنتين تأتي هذه الضربات خلف هذا الجامع. بالاعتماد على هذه الصور وبالاتجاه مباشرة إلى تل السلطان، هذه هي مدينة رفح وهذه هي تل السلطان، إلى الجنوب تقريبا من تل السلطان سنجد هذه المستشفى التي كانت ظاهرة أمامنا. نقوم بتعديل هذه الصورة قليلا وستجد فعلا بأننا أمام نفس هذه المستشفى التي كانت ظاهرة أمامنا بالصورة من التصميم الخاص بها، الشارع وكذلك البوابة، وهذا هو المدخل الخاص بهذا المشفى. وأيضا في نفس الوقت ستلاحظ بأن هذا الجامع يأتي إلى غرب تل السلطان، إلى أقصى غرب تل السلطان. عندما نتجه سترى بأن هذا الجامع أيضا موجودا في هذه المنطقة، هذا هو، وعملية التصوير كانت قادمة تقريبا من هذا الاتجاه، تجد كل شيء متطابق مع المقطع المصور من وكالة القدس الإخبارية. هذا هو نفس الطريق، الطريق الفرعي، الأشجار، وهذه هي المئذنتين التي كانت ظاهرة أمامنا. بالتالي طبيعة الاستهدافات الإسرائيلية تأتي في هذه النقطة، بالتالي هم يضربون الأبراج، مواقع وجود حركة حماس بشكل كبير، وهذا يوضح عدد من الأمور المهمة التي يجب الانتباه إليها، لأن الجانب الإسرائيلي لم يتوقف عن عملية التقدم، هم تقدموا على طول محور فيلادلفيا في داخل قطاع غزة ووصلوا إلى هذه المنطقة المفتوحة. مع هذه الاستهدافات التي قمنا الآن بتحديدها، إن كانت باتجاه هذا الجامع أو إن كانت باتجاه المستشفى التي تحدثنا عنها، هذا يوضح تماما بأن إسرائيل لديها خطة ليس فقط للتقدم وهذه التقدم تدريجيا في هذه الشوارع التي رأينا كيف أنها تقدمت لها، إن كان شارع العروبة أو شارع صلاح الدين أو غيرها من الشوارع، إلا أن إسرائيل واضح أنها تريد أن تقوم بالتقدم ومفاجأة الفصائل الفلسطينية في تل السلطان، وتحاول أن تتقدم لهذه المنطقة وتسيطر عليها وتستغل هذه البيوت الزجاجية التي تعتبر هي نقطة ضعف غير قادرة حركة حماس من الاحتماء أو تنفيذ حرب شوارع دقيقة وفعالة فيها، كما هو الحال مع هذه الأحياء السكنية. وبالتالي الفصائل الفلسطينية ستكون محاصرة من جميع الاتجاهات في هذه المواجهة، ستكون في الوسط بسبب أن إسرائيل قطعت محور فيلادلفيا، عزلتها عن جمهورية مصر العربية، وبالتالي شيئا فشيئا ستجد بأن إسرائيل تقريبا تطوق هذه المنطقة بهذا الشكل مع التقدم الذي حققته هنا، لكي تضغط من جميع الاتجاهات ولكي تكون حذرة في عملية التقدم في مواجهة القادة أو تحرير الرهائن أو غيرها من العمليات التي تقوم بها إسرائيل. بالتالي هذا التقدم ليس عاديا، لا بل ما يؤكد هذا التقدم هو مصدر مهم للغاية، ألا وهو أوسنت أوبن سورس، الذي أكد اليوم بتحديث مهم للغاية أوضح بأن إسرائيل قد تقدمت في هذه الطرق، هذا الطريق تحديدا الذي ترونه وهو طريق الإمام علي، هذا هو شارع الإمام علي، وهذا هو شارع أبو بكر الصديق، وكذلك هنالك شارع فرعي باتجاه شارع أبو بكر الصديق، هو الذي تقدمت به إسرائيل، تقدمت في شارع الإمام علي وتقدمت باتجاه شارع أبو بكر الصديق. ولاحظ هذه الصورة المحدثة لطبيعة هذه الصورة التي تحدثنا عنها، وأوضح كيف أنهم تقدموا هنا في شارع الإمام علي، كما تلاحظ واحد من الشوارع الرئيسية والمهمة، وكذلك شارع أيضا أبو بكر الصديق، وبالتالي هم وصلوا لشارع أبو بكر الصديق من نقطتين، يوضح لك بأنهم بدأوا فعلا بالتقدم إلى تل السلطان، لا بل أنهم يتقدمون هنا باتجاه نفس المستشفى التي قمنا بتحديدها هنا تقريبا، المستشفى التي حددناها الآن هنا بهذا الاتجاه، يوضح لك أن إسرائيل ذاهبة لحرب مستشفيات أخرى، في ظل أن الفصائل الفلسطينية حركة حماس أثبتت خلال هذه الحرب بأنها تستخدم البنى التحتية للمستشفيات لأنها مفيدة، الكهرباء لا تنقطع، وكذلك كل الأمور المهمة بالنسبة لها من ناحية الأمور اللوجستية والمعدات موجودة في مصلحتها. كذلك أيضا في نقطة شارع العروبة، والذي دائما ما تحدثنا عنه سابقا، يوضح أن إسرائيل أيضا قد تقدمت، هذا هو شارع العروبة، شارع عثمان بن عفان وشارع عمر بن الخطاب، ستلاحظ أن هذه الخارطة من قبل Open Source أو Open Source Intel الذي تحدثنا عنه قبل قليل، Ocent
أوبن سورس هو الذي أوضح كيف تقدمت إسرائيل أيضا. كما تلاحظ هنا في شارع صدام قد وصلت لهذا الشارع، لا زالت متوقفة في شارع العروبة، وأيضا ترى بأنها تتقدم في شارع عمر بن الخطاب وشارع عثمان بن عفان، وأصبح دوار النجمة تحت النار وتحت الخطر. وظهر هذا اليوم كان هنالك مقطعا مصورا لطبيعة اشتباكات تجري بالقرب من دوار النجمة. هذا هو دوار النجمة والاشتباكات قريبة للغاية، أي أن إسرائيل ممكن هذه الليلة أن تدخل للسيطرة على هذا الدوار. وهذا هو الذي يفسر لماذا جماعة الحوثي بدأت تصعد بهذا الشكل الكبير وتضغط بشكل كبير، والذي قد يفسر أيضا ضربات مباشرة على جماعة الحوثي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى بريطانيا أو حتى دول أخرى ممكن أن تساعد بسايدن آرشر العملية الهجومية ضد جماعة الحوثي أو حلف حارس الازدهار الدفاعي لصد هذه الهجمات.